انقسم الناس في الدعوة إلى الله إلى طرفين ووسط. منو كلا بان بان جاي كات واحد جنب الله سبحانه وتعالى تكن بي بناي ركنا. قسم لا يدعو إلى الله. بناي مويكو أن أمبيل نير تكن الله. أبدا. دكان. وقسم يدعو إلى الله على جهل لا على علم. بناي مويكو دعوة درب الله تكن دعوة بي بنون كلاو دعوة كمين جملة دن. وقسم هم أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلنا وياكم منهم يتوسط. هاي بناي مويتيت كي بناي كنال كي أهل السنة والجماعة سنكمت الله نن أبو كي تشوك جي كربيا. كل شيء تثق فيه 100% لا تشك فيه طرفة عين لا تشك فيه 1% هذا لابد تعلم الناس تدعو إليه. الذي لا تشك فيه طرفة عين الذي لا تشك فيه 1% هذا لازم تعلم الناس. يعني أنت لا تشك في التوحيد إذا لابد تعلم التوحيد. نعم. جنكم من كا ستستر نخن كا توهير نخن توهير رب الله جن ترو تجيء جل توهير هاي نمت أواح تكان من أو جل سدان بد بركات. يعني لو سألك سائل قال هل تشك في أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهو مرسل للثقلين الجن والإنس؟ تقول نعم لا تشك في هذا. هذا إذا لابد تدعو إلى هذا. في بروثا بسنج من كيسو تا تاج من كاسون سايرس تأتي دارتة دات النبي محمد صلى الله عليه وسلم كجينة دجوم كراو دالا تان تان مو دم بيد واه منو يين برتو تشرايتا يين بوم من كاسون سايلا. الذي تشك فيه ولو 1% هذا لا تدعو إليه. لابد أن تدعو إلى ما تثق فيه 100%. نحن دائما من كا سانغ ساي سوم باي تا موي نو كنون موي بيا روي يين كوم دعوة تو كان وي يين تو كان دعوة تو كان نحن دائما موي روي بيا روي دا جير جئت الله نو محمد صلى الله عليه وسلم. الداعي يبتعد عن الفتوى لا يفتي يجعل الفتوى لكبار العلماء لأهل الإفتاء. كا دعوة جير من آج جوك تتام كا جول كن با علماء تا دعوة طفلوني رد دعوة طفلونو بانتي ببروبيجي أكيدا. نعلم الناس الصلاة الوضوء الطهارة الاغتسال. نعم جن بنغرين منو تكن كا سمعات كا صلاة هاي كا بنجريح. يعني مثلا لو جاء سائل يسأل في الطلاق مثلا هذا لا يمكن نتكلم في الطلاق نرجع للعلماء. بسن جي مين انا من اعدكي سو أمبير رن تلا يين أتجه يين كم شلا يين أوي كات تلا تروك نه دا تجه بي أمبير جمينو. الآن لو يأتي إليك إنسان يقول أين القبلة؟ دوشنا بسن جمين منوسو تا تا قبلة نوتينا. هل تدل عليها أو لا؟ تا يين جن أول براب قارقات. نعم لأنك تعرف جهة القبلة الآن هنا في هذا البلد لا تشك فيها إذن هذا تعلم الناس. บ่าពីព្រោះយើងត្រូវអាចឆ្លើយប្រាប់បានពីព្រោះថានេះយើងដឹងថាវានៅទីណាពីព្រោះយើងគឺជាអ្នកដែលនៅកន្លែងជាក់ស្ដែង